انتظار خطة إنقاذ. وماذا عن 100 يوم؟ وما هو الوضع الاقتصادي الحالي في مصر؟ مؤشرات المستقبل. كلها أسئلة وموضوعات سنتناولها مع ضيوفي الليلة. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا الليلة القيادي اليساري والنائب السابق سعادة الأستاذ أبو العز الحريري. أهلا وسهلا. أهلا بك والسادة المشاهدين. وأيضا يسرني أن يكون معنا الفنان التشكيلي أستاذ الفن التشكيلي سعادة الدكتور صلاح عناني. أهلا بك. أنا سمعت إن في حد كان بيقول صلاح عنان. لا الحمد لله لازم لا عناني لا أنا بالني يعني من غير النية. أنت بالني. لا وخلاص النور راحت لكن النية ما زالت موجودة. يعني إحنا الناس كلها في انتظار يعني تتطلع إلى المستقبل. في عملية احتقان في الشارع المصري، في عملية قلق، في عملية هلع تصل إلى درجة الهلع أحيانا، في ضبابية. فاكر الله يرحمه عنه سادات الضبابة وضمامة. طلعنا لها نكتة ضبابة وضمامة يعني لك ده عام الضبابة بس واضح ده مش عام، دي شكلها لبشة أعوام الله أعلم. لبشة أعوام الضبابة. ما هي في سؤال. هو السؤال هنا احنا في لبشة اعوام الضبابة ولا هو في ضباب وسينقشع؟ فنشوف كده العناوين الأساسية للأخبار النهاردة علشان حنناقشها. الوطن فيها النهاردة مصر بين، شوف احنا لسه بنتكلم في الهوجة والضبابة. مصر بين هوجة الإضرابات وفتنة الدستور. القاهرة منزوعة المواصلات في يوم غضب عفاريت الأسفلت والنقل العام. السائقون يقطعون طرقا رئيسية في العاصمة وعمال الهيئة يحتجون على خصم أيام الإضراب من رواتبهم. يعني أول حاجة هوجة الإضرابات مستمرة والاعتصامات والاحتجاجات لدرجة أن احنا لازم نعلم الأولاد في المدارس الفرق بين الوقفة الاحتجاجية والاحتجاج والمسيرة والتظاهر والإضراب والتظاهر ومظاهرات التأييد ومظاهرات الشجب والاستنكار والاعتصام. بس أنا عجبني هذا والإضراب السلمي والإضراب عن الطعام. أيوة حاجات أيوة. دي ثقافة مرحلة بمناسبة ثقافة المرحلة. دي أدوات بتستخدمها الجماعة البشرية المحكومين للدفاع عن نفسهم وللحفاظ عن نفسهم مباشرة. حضرتك قلت ايه بتستخدمها مين؟ لا لا عايز اقول مقصود الجماعة الإنسانية البشرية عشان الكلام. انا شوف اقول لحضرتك حاجة. انا طبعا اثرنا طبعا لما انت وريتينا الجورنال بتاع الدستور النهارده ده كلام خطير طبعا. كلام خطير في الدستور. يعني صفحة اولى غريبة شوية. يعني انا يعني شايفة انها زيادة حبتين لكن خطر خطر خطر. صديقة عزيزة كلمتني النهاردة وقالت لي افتحي الدستور وفهميني ايه اللي بيحصل ولازم تتكلمي في الموضوع ده النهاردة. قلت فيه ايه؟ قالت لي خطر خطر خطر. قلت فالصفحة بتقول حطوها على الشاشة خطر خطر خطر. مفاجأة من العيار الثقيل. الإخوان أطاحت بكلمة الوطن في المقررات الدراسية واستبدلتها بكلمة الجماعة. هل ممكن يكون هذا مقصود؟ هذا هو السؤال. بيقولوا ان في المناهج الدراسية في مناهج التربية الوطنية بتقول ده جايبين كلام من ماشي من انا قريته معاك. بيقولوا بس المشاهدين اتفضلي. الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا وانما دائما ينتمي الى جماعة. تبدأ بالاسرة ثم الجماعة الدينية وجماعة الرفاق الاخ. المنتسب إلى الجماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر. الشعور بالانتماء إلى أعضاء الجماعة ينتج عن اندماج الإنسان مع الجماعة التي ينتمي إليها لأنها ترضي دوافعه وحاجاته.
إذا سادت الجماعة روح التعاون والتماسك زاد الشعور بالفخر والانتماء إليها. الانتماء يقصد به انتساب الفرد إلى جماعة معينة أو حزب معين أو وزارة معينة أو مؤسسة عمل، بمعنى كونه عضوا بها، وهكذا تتعدد الجماعات التي ينتمي إليها الفرد. فالمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء الأخ، والانخراط في الجماعة والشعور بالانتماء لها، كلمة الانتماء في إطار الفريق، دور العبادة وجماعة الأقران والتنظيمات السياسية. بص يا حضرتك، ده مش بيان، ده مش منهج تعليمي، ده اللائحة الداخلية بتاع تنظيم الإخوان المسلمين. لا يعني هم ما اعتقدش للدرجة، يعني هو مش لازم يبقى كلمة جماعة موجودة في اللغة العربية. ماشي، لكن هل كلمة هذا الجماعة مقصود؟ الإنسانية جماعة طبعا، لما يتصاغ هذه الصياغة دي هو ناقص بس يقول وعلى كل فرد أن يقتطع جزء من مصروفه للطلبة والتلاميذ، ها، ويروح يديهم للإخوان المسلمين. دي أفكار تنظيمية بتاعت أحزاب ضيقة، أحزاب تحت الأرض وبير السلم. عايز أقول في مشكلة ضخمة جدا عند الإخوان المسلمين. ليه كل المشاكل بتحصل في الاقتصاد؟ ليه كل المشاكل ده حصل؟ لا اكل كلمه على المفهوم ده. هنرجع ده، حضرتك معانا في الاستوديو. انا معايا بس مداخله من سعاده الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنه التعليم بمجلس الشعب المنحل. اهلا وسهلا سعاده الدكتور. الباطل مش المنحل. الباطل. الباطل. الباطل ولا المنحل؟ لا الباطل. الباطل ولا المنحل؟ الشعب المنتخب. المنتخب السابق. المنتخب بطريقة باطلة زي ما لا لا السابق، خلينا سابق. سعادة الدكتور، الحقيقة الـ يعني الصفحة الأولى من الدستور اللي هي كلها عبارة عن منشط كبير بيذكر أن في مناهج التربية الوطنية الآن حلت كلمة الجماعة بدلا من كلمة الوطن. هل هذا صحيح أم لا؟ وهل المقصود هنا كلمة الجماعة بتجلياتها في اللغة العربية وبمعانيها، أم أنها ذلك يعزز أخوانة التعليم وهاجس أخوانة الوطن؟ تفضل يا فندم. يعني حدد في الكتاب ولا في مكان؟ في المناهج التربية الوطنية. طبعا أنا لست مقتنع المناهج لحضرتك وحضرتك، يعني ليس الإخوان بهذه الجزاية. يعني اعتقد ان هذا الكلام مدسوس وليس صحيحا، لانهم ليسوا بهذه العشوائيه انهم يحطوا كلمه الجماعه مكان كلمه الدوله. يعني كلام اعتقد انه يعني لا يمكن ان يكون منطقي. وبعد كل أي. مش مطلع على المناهج علشان يعني حضرتك عارفه، لكن لا اتخيل هذا ابدا، لا يمكن، لانهم ليسوا يعني الناس اللي عندهم خبرات ومهارات عندهم كوادر، لا يمكن انهم يعني يفعلوا هذا ابدا. يعني انا الحقيقه مستبعده مع حضرتك ان يكون ده يعني مقصود، ولكن علامه استفهام، لماذا في ماده التربيه الوطنيه؟ يعني هل هذه الكلمه كانت موجوده سابقا ام انها ادخلت؟ يعني انا مش عارفه، بس هي الحقيقه موجوده من قبل وبيشاع اشياء اخرى غير كلمه الجماعه والوطن. بيشاع ان في من الانجيل وفي مش عارف فهو أفضل. الناس بتشيك كلام. أعتقد أن وزارة التعليم قالت أو وزير التعليم قال أنه سيكون هناك يعني تعليم فقرات من الإنجيل موجودة بالنسبة للإخوة المسيحيين في المدارس. أنا أرجو حضرتك أن تتأكد من وجود هذه الكلمات قبل عرضها على الرأي العام، لأنه كلام يعني أنا لا أتخيله أبدا. يعني يعني حضرتك بتنفيه وبتقول أنه إحنا هنكلم الدستور ونقول لهم فعلا يعني يقولوا لنا. لا لا، هي جايبة نص. لا لا لا، ناس جايبة نص أهي. أيوة جايبة نص. وفي تناقض على فكرة في بناء اللغة. لما أقول لك الإنسان كائن اجتماعي، طب ده متضمن ولا يستطيع العيش منفردا وإنما دائما ينتمي إلى جماعة؟ أنت بتعرف المعرف. لا، ما كائن اجتماعي يعني كأن ينتمي الجماعة، فدي متضمنة هيكليا كبناء لغة. ما السؤال اللي أنا عايز أسأله، أنا من أخوجة، ما إحنا بتوع تدريس، ما أنا بتاع تربية، وأنت فاكرين أنا كلكم أساتذة معانا برضه دكتور. لما يقول لي كده يقعد يلف ويدور عشان يقول لي الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا، بس دي معناها مش محتاج، وانما دائما، دي بقى باللغه العاطفيه، وانما دائما ينتمي الى جماعه، ده تلكيك في اللغه عشان يعمل لي قوسين، تبدا بالاسره ثم الجماعه الدينيه، شوف التراتبيه اللي هو يحب ابوك وامك الاسره ثم تنزل على الجامع وبعد كده الرفاق اللي هم حابين رفاق الجامع، ده تنظيم اسمه تنظيم الاخوان المسلمين. ده هنا ده الشكل الموجود. في حاجه اسمها اللغه الضمنيه. انا لما اجي انا استاذ بدي محاضره للطلبه،
في لما اعمل اسقاط لفظي وبني عقلي اصل الكلام والافكار ما هو ده مهم ما عشان يرد عندما اقوم بصياغه جمله ولها بناء بعمل بناء ذهني لمخ التلميذ اللي بيتلقى انا ببني له دماغه برصال لو عملت تقديم وتاخير في فعل او في دلاله او مع ادي دلاله عقليه فبناء العقل فلما الاقي ان هنا في ترصد للجماعه والجماعه طبعا دي باللغه بعلم النفس ان انا بسرب مفاهيم ضمنيه للعقول الصغيره تعتبر كلمه الجماعه تتمحور حواليها ولا ايه الخط قطع يعني كنا عايزين بس نسمع مداخله حاولوا تطلبوا سعاده الدكتور مره اخرى لان انا عايزه تعقيبه على ده بس انا مع الدكتور شعبان عبد العليم معلش وحاولوا تطلبوا لنا جريده الدستور دي يشوفوا ده في سنه ايه يعني في منهج سنه ايه ده اللي في سنه يعني انا مع الدكتور شعبان انه لا اعتقد ان ده ممكن يكون مقصود وليس هناك اي انسان بالسذاجه ان يعمل حاجه زي كده لكن انا عايزه اعرف ده في سنه ايه الناس دي بتعمل حاجات ساذجه كتيره جدا يعني مؤخرا تصريحاتهم يعني كلام حضرتك اصله بيفكرنا بالبدايات المبكره لصحوه الوطنيه المصريه بعد دكتور شعبان معانا انا اسفه يا فندم دكتور شعبان اتفضل يا فندم اتفضل ايوه يا دكتوره انا بقول لسعادتك واحنا تلامذه صغيرين كنا بندرس في دراسات اجتماعيه والجامعات والاشياء دي ان الانسان او الطير او الحيوان لا يمكن ان يعيش بمفرده بل يعيش في وسط جماعات واسراب ولذلك كنا بنجد الطير الكل يطلع سير بواحد وكذلك في الغابات والاشياء دي ربما يكون الموضوع معروض بهذا الشكل انه الانسان لا يستطيع ان يعيش وحده بل يعيش في مجتمع ويعيش في جماعه لكن ليس بغرض كلمه جماعه بالاخوان المسلمين يعني ربما يكون الموضوع معروض كده اصلا يعني حضرتك شايف ان هو ده نوع من التصيد احنا درسنا قبل ذلك واحنا صغار من 40 سنه هذا الكلام ان الانسان ولا الطير ولا الحيوان يستطيع ان يعيش بمفرده دائما جميل حتى قالوا كمان في السجون لما يحبوا يعذبوا واحد عذاب شديد يحطوه في سجن انفرادي ايوه صحيح الجماعات والاشياء زنزانه انفراديه صح بس هنا بقى ما تبقاش الجماعه هو المجتمع يعني في اختراع اسمه المجتمع طيب عايزين يعني كلمة أخيرة من ساعتك دكتور شعبان ونحب حضرتك تكون معانا يعني احنا مفتقدينك بشدة يعني شرفنا حضرتك جيدي بالسلامة بعد ما التقينا من أكثر من شهرين وشوية لكن الحمد لله بالسلامة الله يسلمك كلمة أخيرة أقول للدكتورة هالة وإخواني في مصر جميعا يجب أن احنا نتبين قبل أن نتكلم وعندما نتبين يبقى نتكلم بناء على معلومات وليس بناء على يعني أشياء ما عشان لا لا احنا متبينين مش احنا بنتبين من حضرتك وحنتبين من الجريده وحنتبين ايضا من الاخوه بالحريه والعداله طب انا ارد ليه ارد عليه حضرتك دلوقتي بلغه نتبين يعني نتبين يعني باعتبار الناس الدستور دول وهم بيتصيدوا ما الاخوان ما عماله تتصيد ما بتتصيدوا علينا في كل لا حاجه دكتور لا. شعبان ما مش من الجماعه انا بقولش انا عارف وناس كويسه وزي الفل بالعكس وناس زي الفل وبالعكس والاخوان واكلين حقهم في الدنيا انا بتكلم انا بتكلم لا لا علشان خاطر اصل هو قال جمله ان تتبينوا اذا اتاكم مش فاسقكم بدماء فتبينوا لا متبينين ايه احنا داخلين على سنه ما بين برلمان وما بين رئيس جمهوريه بقى له 3 شهور مش شايفين غير الناس عماله زوغ زي اسماعيل ياسين في الفيلم بتاع اللي هو في البحريه كل ما يجي الدور عليه عشان ينزل ينط يعوم يدور على واحد وراه وراه عامله كده بايده وداخل وحاطط واحد قدامه ينط يجي الدور عليه تاني يروح جايب واحد وراه لغايه لما بيجي النابلسي يزقه وفجاه بيلاقي في النهايه في وشه الشاويش عطيه فانا بقول للاخوان المسلمين اللي ماسكين الحكم انتوا عم قريب الشاويش عطيه اللي هو الشعب المصري الفقير اللي الثوره الناس ماتت علشان ياخد حقه الفقراء واعاده توزيع الثروه المصريه المنهوبه بالداخل وبالخارج والصناديق السوداء اللي مش عارفين لغايه دلوقتي مش عارفين يا دكتوره عندنا كام طب حضرتك احنا دخلنا في 100 قصه انا عايزه انا معلش انا بقى لي 3 شهور على فكره ممنوع من الطلوع في اي اعلام دكتور شعبان واساله سؤال الاخير ساعات الدكتور شعبان انا معلش دكتور شعبان مش علاقه بمنعك انت هو دكتور شعبان مش علاقه بكل بوضح لضيوفك الكرام ان انا طبعا لست جالسا امام شاشه التلفزيون انا في مجلس الشورى لازلنا في العمل في الجمعيه التاسيسيه وانا لا اقصد بكلمه تبين اي شيء يزعل لان القران نفسه قال لنا فتبينوا طبعا فالتبين يعني التحقق معناها
وانا وانا معك يا فندم، انا معك نعم. تماما. الوضع في الجمعيه التاسيسيه ايه النهارده؟ والله كنا شغالين، كنا عاملين جلسه بعد الجلسات عاملها الدكتور محسوب وزير الشؤون القانونيه أيوه. والبرلمانيه أيوه. مع الدكتور جمال جبريل ولجنه نظام الحكم، بننظر مع القوى السياسيه المختلفه طريقه الانتخاب في الانتخابات القائمه، هل بالقائمه هل بالفردي أيوه. هل بالمختلط وهكذا أيوه. يعني هذا الموضوع هو موضوع الحوار حتى الان. وهل توصلتوا لقرار بخصوص لا سمعنا القوى السياسيه المختلفه، وجدنا انه 90% منها او اكثر بيميل الى نظام القائمه بدلا من النظام 90% الفردي. نظام القائمه، وده هيخدم الاحزاب طبعا بشكل نعم مع أي. حق المستقلين طبعا، مع حق أي. المستقلين في انهم يعملوا قوائم قائمه او اكثر في الدائره الواحده. اي نعم. طيب تأجيل فكرة حل أو خبر النهاردة في المحكمة بتأجيل حل الطعون لحل الجمعية التأسيسية، تأجلت ليوم 9/10 لتقديم دراسات والنظر من جانب المحكمة. أيوة. لكن أنتوا طبعا مستمرين، هل سنرى يعني هناك نهاية للخلافات الموجودة داخل الجمعية التأسيسية بخصوص نقاط هامة؟ هو حضرتك الاختلافات دي اختلافات يعني ليست ضارة، ولكنها اختلافات ليست بين الأحزاب وبعض البعض، اختلافات بين الأعضاء داخل الحزب الواحد أيوة. ولكنها ليست اختلافات أيديولوجية بقدر ما هي اختلافات وجهات نظر. الاختلاف بين الأحزاب قليل جدا، اللي هو مثلا المادة الثانية من الدستور، إنما الاختلافات الأخرى هي اختلافات بين الأفراد حتى داخل الحزب أو الفصيل الواحد. يعني حضرتك يعني تتوسم أنها يكون هناك دستور مصري مكتوب قريبا؟ باطل والله، احنا انتهينا فعلا من أبواب الحريات وباب الأجهزة المستقلة وكذلك من باب المقاومات الأساسية أي. باب نظام الحكم تمت قراءة أولى ليه في لجنة الصياغة وتمت عدة تعديلات هتنظرها اللجنة خلال الأسبوع ده والأسبوع القادم إن شاء الله. فيما يتعلق بانتخاب الرئيس واستمرار الرئيس محمد مرسي لمدة 4 سنوات، ذكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في حوار له أنه مع استمرار الدكتور مرسي فترة 4 سنوات، لكن بشرط طرح هذه المادة منفردة للاستفتاء الشعبي. لا هي حضرتك انت يعني حضرتك عارفه ان الدكتور مرسي تم انتخابه بناء على اعلان دستوري، هو نفس الاعلان الدستوري اللي بناء تم تشكيل الجمعيه التاسيسيه أي. ولما تم انتخابه في الاعلان الدستوري تم انتخابه بواسطه الشعب مده 4 سنوات. فنحن عندما نضع حكما انتقاليا ليقول فيه اكمال مده الرئيس لا نجامل الرئيس، لكن هذا هو الذي تم بالفعل. يعني لو شعب مصر يعرف ان احنا كنا بننتخب الرئيس لمده 2 شهر الناس ربما لم تشارك في الانتخاب، فبالتالي سواء نص في الدستور او لم ينص على استكمال مدته فلا بد ان يكمل مدته، لانه بناء على اعلان دستوري محترم اللي بناء عليه لا 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 الكلام ده مش صحيح على فكره خالص. اللي حضرتك بتقوله ده بقى في افز في الكلام. لما عملنا الاستفتاء على 9 استنى اصبر عليا استهدى بالله، لما عملنا الاستفتاء وضحكتوا على الناس وراحوا قالوا لهم هتدخلوا الجامعه استنى مش هو لما مش هو انا ما بكلم ما بشخصنش انا بتكلم لما دعي الشعب المصري في عز الثوره عشان يتم استفتاء على 9 مواد وراح يمشي بها اسمها خريطة الطريق، ما جمعنا الشعب المصري كلها عليه وضحكوا الإخوان والسلفيين على الشعب المصري وراحوا حاطين 9 مواد اللي هم رجعوا اتخانقوا معاهم فيها. وبعد كده لما جت الفترة اللي اتعين فيها الرئيس مرسي دي فترة وضع يد كان عاملها المجلس العسكري، وضع ايد وضع يد على البلد، وفجأة أمريكا بإرادة أمريكية راحوا شايلين المجلس العسكري فبقى مرسي عامل وضع يد على البلد. الوضع اللي حاصل دلوقتي ده وضع يد غير دستوري غير قانوني، والمفروض نرفع قضايا على النظام اللي بيدور طبعا ازاي الصورة. يعني ده رئيس منتخب لا مش منتخب رئيس منتخب مع اول ما نعمل دستور تتغير المواصفات كله يتكل على بركة الله ويعاد انتخاب كل الكيانات. الامم لما بتعمل دستور يعني هتبتدي من اول الصف ولعلمك لا يوجد دستور يا المصريين الثوره ما بتعملش دستور غير لما نحقق طلبات الثوره. الجمعيه التاسيسيه بتكتب الدستور الجمعيه التاسيسيه غلط مش شرعيه. ده حضرتك بالنسبه لك يا اخوانا انتوا قاعدين في مكان قابضين على المبنى ده اهو ببال الشعب وبيدوكوا فلوس وواخدين عربيات كل ده انتوا واخدين فلوس حرام الفلوس حرام اللي بياخدوش فلوس لا بياخدوا فلوس الجمعية التأسيسية لا الشورى
والتبعيه سيره مكافئات ما بياخدوش فلوس بصرف النظر، هم واخدين اللي اوحش من الفلوس، واحنا هنقعد نبلع الناس بس واخدين حق غير شرعي. هذه جمعيه غير شرعيه، واللي بيتكتب ده غير شرعي وغير دستوري، وممكن نرفع قضايا دوليه. طب بس خلاص، لو الشعب المصري ما نزلش يعمل مظاهرات ضد هذا الدستور وهذه الهويه لسرقه مصر، عايزين تحولونا يا دكتور صلاح. اهدى اهدى اهدى، لا في حوار بشكل عادي يا راجل محترم، ما ينفعش الحوار بتاعك ده. ستي دي وجهه نظري. طب قولها بهدوء شويه، ما اعرفش انا بهادي في موضوع حيوي. الشعب المصري مش واخد باله. دي وجهه نظرك. طيب الدستور ده عباره عن وثيقه لمعالجة لتنظيم صراعات المجتمع وتنظيم صراعات الآراء وإيجاد وفاق وعقد اجتماعي وسياسي ما يمثل هذا الشعب. فمش هنقعد احنا كل واحد ليه وجهة نظر يبقى هي الوحيدة الصح. تفضل يا سعادة الدكتور. وبعدين هو لو سمحتي، ده الدكتور صلاح عصب الله ولا مين؟ لا ده الدكتور صلاح عناني. طبعا انا شرفت بالدكتور صلاح عناني، الله يشكرك. ومعنا الاستاذ ابو العز الحريري كمان عايز يكلم. والاستاذ ابو العز ده اخ فاضل، لكن اقول للساده الافاضل ان احنا في الجمعيه التاسيسيه لا نتقاضى مليما. أيوة. لان احنا وضعنا في اللائحه ان العمل تطوعي تماما، بل انه قدموا لنا استمارات انتقالات اللي بنيجي من المحافظات الاخرى. انا شخصيا رفضت ان اقدم استماره للحصول على بدل انتقال، وبالتالي كلنا بنريد ان ننتهي من الدستور حتى نعود الى اعمالنا وارزاقنا. أيوة. في بلادنا وفي جامعاتنا. أيوة. لكن ما ينفعش يتقال ان الاخوان والسلفيين ضحكوا على الشعب المصري وقالوا له كذا وكذا. الشعب المصري ليس مستخفا به عشان يضحك عليه، والاخوان والسلفيين ليسوا هكذا يضحكون على الناس. فارجو ان يكون كما ذكرت حضرتك النقاش يكون على مستوى النقاط، شعبا عريقا يحترم من يحترمه، ولا يقال انه بيستخف به او السلفيين ضحكوا عليه او الاخوان. صحيح. شكرا سعد دكتور شعبان عبد العليم، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى ان نرى حضرتك قريبا ان شاء الله معنا في الاستوديو الاسبوع القادم باذن الله. اتفضل استاذ ابو العز، عندك تعليقات كثيره وبعدين انا عندي تعليقات بس بهدوء شديد جدا. ما عندناش تنفعل ولا حاجه. هو المفارقه في الكلام اللي جايباه الدستور. ايوه انا بتصور الفتره اللي اشتعلت، حد يتكلم الدستور يشوف جايبين الكلام ده منين يا جماعه. أيوة. اللي اشتعلت فيها الحركه الوطنيه المصريه مع عرابي وعبد الله النديم، ثم جاء مصطفى كامل وقال صيحته المشهوره: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. وشوقي قال: وطني لو شغلت بالخلد عنه شغلتني عن انهي بالخلد نفسي. المشكله في انه فيه جماعه عمليا استولت على الثروه. نزعتني الي في الخلد نفسي. نزعتني الي. استولت على السلطة بطرق غير مشروعة. الدكتور شعبان مع احترامنا ليه ده رأيه انها طرق مشروعة، احنا شايفين انها غير مشروعة. انا قلت باطلة كذا مرة. باطلة. على اي اساس؟ على اي اساس؟ اولا المجلس الشعب باطل لانه المحكمة الدستورية اكدت بطلانه اللي احنا قلنا عليه. انا لما رفعت دعوة انا وغيري على بطلان المجلس، المحكمة قالت انه باطل. ده مش معناه ان انا كنت بحكم بدل المحكمة، انما انا فاهم قانون وفاهم دستور وبالتالي باطل. والمحكمة الدستورية برضه دي معلومة للناس كلها، لم تحكم في تاريخها بحل اي مجلس. المحكمة مختصة بالكشف عن بطلان القانون طبقا للدستور ولا لا. أي. وبالتالي الحل بيبقى بقرار سياسي لما كان مبارك او السادات يختلف مع المجلس. يقوم يا اما يحله بنفسه بقرار منه او يعمل استفتاء عليه. اذا الذي صدر من المحكمة الدستورية انها كشفت ان القانون اللي تمت به انتخابات مجلس الشعب والشورى باطلين. باطل يعني. وبالتالي مجلس الشعب باطل، ويوم 14 في الشهر ده احتمال انه المحكمة الدستورية تحكم ببطلان مجلس الشورى وبالتالي يبقى كله باطل. هل ده مفاجئ؟ يعني هل احنا اكتشفنا هذا البطلان مفاجئ؟ لا ما اكتشفناهوش، احنا عارفينه من قبل ما تتم الانتخابات، لانه من ساعة التفصيلة بتاعت القانون ما اتحطت قدامنا احنا عرفنا ان ده باطل. انا في الجمعية في الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى عشان اختار الجمعيات التأسيسية الاولى، قلت حذرت انكم اقلية طائفية مذهبيا استوليتوا على الاغلبية في المجلسين في ظروف غير مواتية وبقانون باطل وبانتخابات زائفة مش مزورة، زائفة والتزييف
التنظيف أسوأ من التزوير، وأنه الجمعية التأسيسية اللي هتشكلوها هتبقى باطلة، وإحنا في يوم ما هنخرج الشارع نقول الدستور باطل ونسقطه كما أسقطنا دستور مبارك. الكلام ده بالمناسبة بقاله 7-8 أشهر من يوم ما اجتمعنا في الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى. الأيام دارت والمحكمة الدستورية العليا أثبتت أن القانون باطل وبالتالي مجلس الشعب باطل. دكتور مرسي رجع المجلس وأهدر حكم المحكمة، فالمحكمة ردت عليه بأنها وقفت حكمه، راحوا المحكمة الإدارية العليا عشان يرجعوا المجلس لأول سابقة في التاريخ القضائي أنهم يطلبوا من المحكمة أنها تلغي أو تعدل في حكم المحكمة الدستورية، بينما ده قاصر على المحكمة الدستورية وهكذا. النقطة الثانية عشان الدكتور شعبان، وأنا آسف قوي أن ألاقي رئيس محكمة نقد السابق هو اللي بيرقص جمعية باطلة، وأن رئيس مجلس الدولة عضو في الجمعية. يا سيدتي المحترمة، عندما رفعنا الدعوة الأولى لبطلان الجمعيات التأسيسية الأولى صدر حكم المحكمة بوقف أعمال الجمعية. سي لا قدر الله كده أنك أنت توقفت من الشغل من هنا، هل اتفصلتي؟ لا. ولا علاقة الشغل موجودة؟ علاقة. فالجمعية التأسيسية الأولى ما زالت قائمة. كان مفترض إذا كان فيه نية صحيحة أن نحترم هذا الشعب اللي بنغني بيه ونعمل دستور يليق بهذا الشعب وبهذه الثورة بالشهداء وبالمصابين وبطموحات الناس أن يبقى عندها وطن محترم، أننا كلنا نوقف شغلنا. يا قضاء يا إداري لو سمحت تفضل قل لنا رأيك في الجمعية التأسيسية الأولى والتانية صحيحة ولا لا، لأنه مدام في واحدة أولى الإعلان الدستوري ما قالش يعملوا كمان جمعية تانية، ما ادالهمش الحق ده، فهم عملوا جمعيه منهم لنفسهم. الحق دلوقتي في يد رئيس الجمهوريه، لان هو اللي في يد المعلومه دي لو سمحت، التنفيذيه والسلطه التشريعيه بناء على الغاء الاعلان الدستوري. ثانيه واحده يا دكتور، ثانيه واحده، خد المعلومه دي. فلو هي حتى المحكمه حكمت النهارده بحل الجمعيه التاسيسيه هيشكل هو الدكتور مرسي يقدر يشكلها بعدها بدقيقه يقول أرد انا أرد شكلت جمعيه من نفس الناس. ما دي بلطجه سياسيه يا دكتور. والله يا بلطجه سياسيه دكتور واضح. لو سمحت لي اكمل كلامي. انا هكمل كلامك بس انا عايز ادوس سطر على النقطه دي عشان شعبنا الطيب، لانه لما بيقول المزايده بحكايه ان الشعب عبيط وضحك عليه، لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد استغلال حسن نية الشعب المصري في ناس متدينة بتعرف ربنا ان هذا الشعب متدين وكان ظنه عاشم فيه على ربنا ان هم متدينين مش كان عاشم فيهم خير. كل واحد رب ده انا متدين، انا رب ده انا اهو. يعني انا عايز اقول على حاجه، ان الشعب المصري كان عنده نيه طيبه معاهم باعتبارهم انه كانوا مظلومين، فبيقول لك الناس دي يمكن تتقي فينا ربنا باعتبارها الظلم. اختبروهم لقوش بيتقوا ربنا ولا حاجه، ده بيؤذوا الشعب وبيقبضوا عليه وبيغللوا الاسعار وموظيله كل حياته. وغير كده وضع يد في اطار اللي حضرتك بتقول عليه، انت بتقول بطريقه طبعا حضرتك احكم مني واشطر مني قانونا، اشرح لنا حضرتك ازاي في قنصل الحكم وان في بلطجه سياسيه وضع يد على الدوله. يا سيدي هقول لك بس اتفضل استاذتي العزيزه. اي الجمعيه التاسيسيه الاولى ما زالت قائمه، وبالتالي لا يمكن تشكيل الجمعيه التاسيسيه الثانيه والاولى موجوده. وليس لاعضاء مجلس الشعب والشورى حق في تكوين جمعيه ثانيه بدل الاولى. خصوصا انه كمان المجلس الاول اللي هو مجلس الشعب باطل وصدر حكم ببطلانه. نمره 2، كان مفترضا انه كل الناس في مصر باتفاق او اختلاف ما يهمش نقول للقضاء الاداري لو سمحت احكم لنا الاول، احنا عايزين الجمعيات التاسيسيه دي تبقى مورقه من العيوب دي، بتعمل دستور وطن محترم قدام العالم كله، يا هي شرعيه فتواصل يا مش شرعيه ما تواصلش. لكن الذي حدث هو ايه بقى؟ لانهم يعلموا انها غير شرعيه، وان المحكمه لما اوقفت الجمعيه التاسيسيه الاولى اصلا قالت حيثيات حكمها تؤدي الى بطلان هذه الجمعيه بالطريقه اللي هم عملوها بيها، فهم هربوا من ده، وبقى المنطق بتاعهم زي ما قلت كثيرا عامل زي اللي بيقول له يعطل الشاويش لعند ما نسرق البتاع ونمشي، يعني نسرق الدستور ونمشي. اجل النقطه، وبالتالي هي باطله. اجل النقطه الثانيه، كنت اتمنى ان المستشار الغرياني او الاستاذ الغرياني ما عادش مستشار ولا حاجه، لان المستشار دي وهو قاعد على المنصه بيحكم بس، خارج المنصه ما فيش حاجه اسمها مستشار. انا كنت اتمنى ان هو احتراما وتقديرا لموقعه السابق، ولاننا عايزين يفضل في هذه المكانه، انه يقول يا جماعه نوقف اعمال الجمعيه ونطلب من القضاء الاداري انه يحسم الموضوع ده الاول عشان نمشي بعدين.
هذا ما تمش، وبالتالي الجمعية التأسيسية الثانية مطعون عليها أيضا وباطلة، والدستور هيتعمل مشروع باطل ويستفت عليه باطل، ولو انتهت النتيجة أنه يمشي برضو الناس تعتمده هيبقى باطل بما يترتب عليه من انتخابات شعب مجلس الشعب وشورى ومحليات ورئاسة والقوانين التي تصدر والمعاهدات التي تعتمد. أجل النقطة اللي بتصيرها الدكتورة هالة، فكرة أن الدكتور مرسي معه صلاحية، احنا انا رافع دعوة انا وزميل لي اسمه يوسف جابر على الدكتور مرسي ببطلان قراره بالغاء الاعلان الدستوري المكمل لانه لا يملك انه يلغيه. وعندنا جلسة للأسف الشديد مجلس الدولة بدل ما كان يتعامل مع هذه الأمور باعتبارها أنه عمل مجلس الدولة هو عمل الضرورة والاستعجال ويحكم بسرعة عشان كمان في جمعيات أساسية شغالة ما يسيبهاش لما تكمل، وفي الآخر أقدر مجلس الدولة في الآخر حكم وهي كانت خلاص خلصت شغلها وعملت الدستور وتم الاستفتاء عليه، إيه لزومه؟ فالكلام ده طبعا مش غايب عن إخواننا المحترمين اللي هم مستشاري مجلس الدولة ورئيس مجلس الدولة، كون ده ما يتمش بيعمل أسئلة واستفسارات كتيرة أنا طبعا كفيل إن أنا أقولها لأن ده وطني أكبر من كل خلق الله. إذن سيلغى الإعلان الدستوري المكمل، القرار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ليه بقى؟ لأنه لما الإخوان طعنوا على الإعلان الدستوري المكمل المحكمة حكمت حيثيات حكمها هتطبق. اللي بتثبت الإعلان الدستوري المكمل باعتباره سلطة أمر واقع زي ما حضرتك قلت متقاسمة فيها السلطة والإخوان وافقين على كده من أول ما جم العسكر هتحكم بيه مرة تانية في مواجهة الدكتور محمد مرسي، وبالتالي يسقط كل الإجراءات التي ترتبت على أنه هو لغى الإعلان الدستوري. ده مش معناه أن أنا مع العسكر، أنا الوحيد في مصر تقريبا اللي من الأول قلت ده مجلس أعلى للثورة المضادة، وكلام ثابت عند حضرتك هنا وعند كل خلق الله، فده مش معناه أن أنا بنتصر لحد على حد. وأنا رأيي أنه ما كانش في مجلس أعلى القوات المسلحة، إنما كان في مجموعة مرتبطة بحسني مبارك وتواطأت مع الإخوان والسلفيين والأمريكان وكل ده قصة تانية فيها كلام. لكن أنا عايز أرجع للكلام ده، هل يملك الدكتور محمد مرسي القرار اللي خده بإلغاء الإعلان الدستوري؟ لا يملكه. طب هل بقى في هذه الحالة يملك نعمل مهمة جدا. هل يملك نعمل جمعية تأسيسية بقرار منه؟ لا، هم شوف عهد الإخوان وقعنا في عهد من البطلان، حطونا في دايرة من البطلان المطلق، مجلس الشعب باطل، الشورى باطل، جمعية تأسيسية باطلة، قرار محمد مرسي باطل. حتى أول ما جاء الراجل كان مختار نبقى قدر هو أستاذ جامعة يبقى فيه قدر من الحصافة، راح مطلع القرار 11 سنة في 8-7 ألغى فيه عمليا حكم المحكمة الدستورية، وقع في صدام معها، فخلى كل الهيئات القضية اجتمعت مع بعضها. ازاي ده يعني لما ألغى البرلمان لما رجع البرلمان واللي اجتمعوا في البرلمان انتحلوا صفة نواب، والقرار بتاعه كان بيشكل مجلس نواب، مجلس نواب أنابيب باطل ملوش صفة لأن المجلس بيتكون بالانتخاب مش بقرار من رئيس الجمهورية، لا يملك هذا. واللي راحوا المحكمة مرة تانية لا يملك هذا، واللي راحوا اجتمعوا امبارح في مجلس الشعب فمنعوا عليهم قفل عليهم الباب فقعدوا في البهو الفرعوني لا يملكوا حق الدخول إلى هذا المكان، هم مواطنين عاديين ما لهمش أي صفة. طب ما ده في تحدي للقانون يا سيدتي، لانه طالما بيتم على ارضيه انه منتمي الى يعني بلطجه لما انا بس انا انا ليه بتتخانق معايا لما اجي اقول هذه بلطجه سياسيه بتزعج. لا بلطجه سياسيه وصف عادي مفيش حاجه، ده مفيش حاجه، لا ما تخلقش هي ما تخلقش ووضع يد يعني الدكتور مرسي وضع يد وهو وجماعته بمنطق الفتوانة السياسيه وبدعم خارجي، وده بالمناسبه أنا كنت هنا في الحلقة دي من 3 شهور وما ظهرتش لما كان تاني يوم انتخاب الرئيس مرسي وقلت لهم كان هنا معايا حسن البرنس وقعدت وقلت هنا في المكان ده ان ما يعني هي حبكت ان امريكا ضغطت على الانتخابات والدفع بالرئيس مرسي ان هو اللي يمسك الحكم، انا مش مع انا ضد طبعا شفيق وانا اول واحد قلت يسقط حكم العسكر لما كانوا الاخوان المسلمين في ميدان التحرير بيضربوني كسروا لي المنصه بتاعتي، اجي بعد كده ان تاني يوم ان تاني يوم متعين تعين مرسي رئيس جمهوريه الاقي طياره طالعه من تركيا تبع الحزب النيتو بتضرب في سوريا، طبعا انا مش مع النظام السوري بس انا مع ان الجيش السوري ما يتكسرش ولا الدوله السوريه تبوظ انما نشيل النظام بالثوره العادي، فجأة قلت ايه العلاقة؟ في علاقة طبعا اياميها اتخض حسن البرنس لانه يعلم ان هناك خطة واتفاق ضمني انك انت هتقوم بدور مستقبلي مع تركيا عشان في استراتيجية للمكان الفوضى الخلاقة. هم نفوا هذا، هم نفوا هذا، نفوا يا بيز يا حضرتك دلوقتي راح الدكتور سيف الدين عبد الفتاح
راح مع مستشار سياسي لرئيس الجمهورية وأعلن ببقه كده وهو في الأناضول إن هم هيدخلوا كفاتحين لسوريا وإن هم قلبهم وجهه نفى. وانا احنا قاعدين على المؤسسه السؤال دي مؤسسه رئاسه ولا دي قاعده بير سلم وناس قاعده فسحه؟ ده عيب، ده ما يصحش. مش حاجه اسمها يعني حاجه اسمها ايه ناكل نقول كلامنا ونبلعه، ده كلام مسؤول. لما اعلن اعلان حرب يعني يا ايها المصريون، لما واحد يعلن اعلان حرب وكاننا هندخل حرب اليمن وهناخد الجيش بتاعنا نوديه على الحدود نضرب في سوريا عشان تكتمل الخطه الصهيونيه الامريكيه بعد ما اتضرب الجيش العراقي، وانتم شايفين العراق بيحصل فيها ايه؟ يضرب الجيش المصري مع السوري يدخلوا في خناقه. يا حلاوه يا حلاوه المول، ادي حلم اسرائيل ثلاث جيوش في المنطقه ونبتدي نتقسم شيعه وسنه وتركمان واذربيجان ولخبطيطه، وهو ده المخطط بتاع الفوضى الخلاق. ولما قلت الكلام ده من 90 يوم من 3 شهور قال لك مجنون. استنى بس استنى، حط لي الكلام ده اللي من 90 يوم حطه لي. يلا عندك جاهز يا أكرم. عجيبة غير مقبول لغة الحوار، لأن لما حد يتهمنا بجرائم خيانة عظمى اثبت العكس. لا ده حضرتك اثبت العكس، هو حضرتك اثبت إن لا ده ابتدى يشاور عليا. حضرتك لما تتكلم باللغة دي بقى أقول لك بقى ليه محمد مرسي من أمريكا، ليه محمد مرسي دخل وقال السياسة، ليه محمد مرسي ليه يقعد مع هذا الشخص وقته برضه أسيادك زي بتاع أسيادك، هم دول اللي حكموكوا. الى كل المصريين البهوات دول في حلقه هنا من اسبوعين قال لي اسيادك انت اللي بيقول لك بيخبط عليا بالعنف ممكن اضربه وهو ماشي لان بعنف خبط على كتفي وبيقول لي انا لا ارضى ان اتحدث معاك. لا 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 مش الجزء على فكره، مش الجزء ده، مش الجزء اللي انا قلته كان بقول ان في لما رد عليا تاني لما بعد ما مشي وجري في الاستوديو وراح راجع تاني قعد قلت له ايوه قال له كذبات، قلت له من الاثبات حاجه بسيطه جدا، اشمعنى امبارح هو رئيس الجمهوريه؟ وخدوا بالكم وفي معلومه اقولها للمصريين ان القرار بتاع ان مرسي والمجموعه بتاعه الاخوان المسلمين تطلع بعد صلاه الفجر تعلن ان هو المنتصر وهو الفائز، ده كان بقرار من السفاره الامريكيه من ان باترسون، وهم غلطوا وجابوا على الهوا مبكرا ان هو بيقولوا صحوها على الهوا. كانوا الناس فاكراها الحاجه نجلاء زوجة السيد الرئيس، انما لا الكلام كان للسفيره الامريكيه. يا سلام أيوة. انت دخلت في دماغهم. لا عندنا معلومات، عندنا تسريبات بده وهم عملوا الخطه دي واكمل. طب اكمل السيناريو اللي متصور عليا، عملوا دي علشان تخويف وابتدوا يقول لك ايه وزع الاخوان المسلمين في ميدان التحرير وهيفجروا مصر ولا لا، ولا بيفجروا ولا بينيلوا وجبنا وبيجروا في الشوارع عيال ضرب النار. انا بتكلم على جبنيه مواقف في الميدان. لا لا خلاص لما كنا بنتقتل بالنار كان بيقول لك الاخوان المسلمين استشهدوا، ما حدش لو كان الاخوان عندهم شهيد واحد بس كانوا طبعوها الجلاليب وكانوا غرقوا بيه الميادين. اهدى بس اللي عايز اقول مش دلوقتي في انطلاق مسيره في انطلاق مسيره صامته مستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى مجلس الشورى. انطلقت مسيرة صامتة لعدد من قضاة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من أمام مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشورى، واحتجاجا على انفراد المستشار حسام الغرياني بكتابة الدستور، وذلك بعد أن تجمعوا صباح اليوم أمام مسجد عمر مكرم، وده في اليوم السابع. وفي الوطن بيقول مستشار قضايا الدولة والإدارية يتظاهرون ضد التأسيسية ويهددون بالاعتصام، والسلفيون يطلبون طرح المادة الثانية للاستفتاء، والمستشارة تهاني جبالي الدستور ليس ملكا للغرياني. ده في الوطن يا جماعة، احنا يعني صحصحوا معايا فين المظاهرة حطوها لنا. والمستشار الجبالي الدستور ليس ملكا للغرياني، اتجاهات داخل التأسيسية تسعى لتحجيم الهيئات القضائية وإضعاف الدولة. يعني حضرتك تعليقك على اللي انت كنت بتقوله يا استاذ. أيوة. اتفضل. فلو سمحتي يعني الاصل في الموضوع ان انا ما عنديش جمعية تأسيسية لا شرعية ولا حاجة. الحاجة التانية في مخطط منذ البداية انه بسرعة اعملوا اي اجراءات شرعية او مش شرعية ادوها شكل شرعي زائف مش زائف، بس خلوا البلد تسقط في ايديكم، ولما تسقط في ايديكم ابقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه وصيغوا الدستور بالطريقة المتأخوينة وهي ليست اسلامية ولا وطنية ولا حاجة. انا جاي في القطر النهاردة
وألمني جدا، أنا ماليش علاقة بالمستشار الغرياني أو الأستاذ الغرياني اللي ماسك الجمعية، إنما ألمني واحد قال لي عبارة، قال لي هو مش صدقي باشا كان جلاد الشعب؟ قلت له آه ده نعرفها في التاريخ. قال لي الغرياني ده جلاد الدستور، أو مش عايز أقول التعبير اللي قاله يعني سرخ الدستور حاجات زي كده، مش عايز أنا أتبنى كلام الراجل. فأنا فزعت إنه مثل هذا الكلام يقال على واحد كان ليه موقع في القضاء أو إنه يبقى موجود في هذه الحالة. أنا أناشد الجميع أنه لن تستطيعوا تمرير هذا الدستور، والشعب المصري سوف يقاومكم، وانتوا بتأزموا الموقف وبتحرضوا الناس بدرجة غير عادية ضدكم دلوقتي. وبدل ما انتوا في مقاومة، احنا انا كنت مختلف معهم في حاجتين، انهم من ناحية الاقتصادية يعني طفيلين احتكاريين ربويين ملتحين، ومن الناحية السياسية بيوظفهم شعارات كاذبة منسوبة للدين لخداع الناس. لكن الآن ما بقيتش أنا لوحدي ولا غيري، ده بقى في اتجاه عام، الناس حاسة أن مصر، مصر 73، مصر الاستنزاف، مصر العبور، مصر الثورة، كل ده بيختطف. في حالة واحد امبارح بيقول لي البلد عايشة في حزن، قلت له ليه؟ قال لي ما هي الناس شايفة أن كل اللي تم ده اتخطف خلاص منها. قلت له لا مصر جاية. فالراجل دمع كده وقال لي بصحيح بذمتك مصر جاية؟ قلت له والله الثورة مستمرة ومصر جاية، ما تقلقش ولا حاجة. فأنا عايز أقول لإخواننا لو سمحتم يعني مهلا تعالوا إلى كلمة سواء، لا يليق بهذا الشعب العظيم. أنا مش بتكلم بحاجة من عندي بقى، في قضايا في مجلس الدولة نوقف الجمعية التأسيسية ديت ونشوف القضايا، إذا قالت الجمعية التأسيسية بطلة نحل الموضوع نشوف نتصرف فيه ازاي، اذا قالت مشروعه امشوا في مساركم والله سهل لكم بصرف النظر ان احنا مختلفين معاكم برضو ولا حاجه. لكن يا استاذه ما ينفعش دستور ينكتب وحوالين منه صراع، بقى مش سياسي ده صراع قضائي. اصل القضائي يعني اعلى من السياسي، انا اختلف معاك تختلف معاك انت حره، راي يطلع صح يطلع غلط برضو انا حر فيه، انما لما يبقى النزاع مطروح على المحكمه الاداريه العليا وما بتفصلش فيه، وفي قضية طلعت على المجلس الشعب وطلع باطل، طعنوا وعملوا محلوا طلع باطل وتأكد الموقف، والشورى يوم 14 احتمال كبير يطلع الحكم بتاعه لأنه حيبقى تقريبا عرض التقرير المفوضين على المحكمة، ففي الغالب هتقول نفس حكمها السابق وبالتالي مش هيقدروا يعترضوا عليه. انت عارفة يعني فكرة البلطجة السياسية دي لما يبقى في ناس رايحين يحجوا بيت الله، رايحين عند ربنا يقولوا له اغفر لنا اللي فات، فيطلعهم على حساب المجلس على انهم نواب هو والحرمه. طب تيجي ازاي؟ انا قدمت بلاغ للنائب العام قلت له كل ما ليه متصرف في مجلس الشعب ونال واحد من الناس اللي كانوا قبل كده نواب حتى تاريخ تقديم بلاغ وما بعد منه بلاغ، يبقى المفروض ده استيلاء اجرام، استيلاء على المال العام. وانه الدكتور سعد الكتاتني باستمرار استخدامه لامكانيات المجلس وحتى دخول والعربيه اللي مش عايز تطلعها ودخوله المجلس ده في حد ذاته جنائي. وبعدين انا مقدم البلاغ ضد مين؟ دكتور محمد مرسي بموقعه اللي هو فيه رئيس الوزاره، وزير الماليه، رئيس الوزاره السابق لانه قبل ما يمشي ما خدش الاجراءات ديت، سامي مهران باعتبره الامين العام للمجلس، دكتور سعد الكتاتني باعتباره ان هو شخص كان ليه موقع في المجلس اللي فات. النائب العام لم يتحرك حتى الآن. طب نعمل ايه؟ يعني اذا النائب العام الناس بتستصرخه وتقدم له بلاغات بتقول له المال العام بينتهك في مكان مقدس هو السلطه، ألف بلاغ على ايه ولا ايه؟ لا يجيب ناس منين؟ يجيب محامين عموما؟ محامين نيابه منين؟ يعني يجيب ناس منين؟ استاذتي العزيزه كل واحد عنده بيقول إيه؟ يروح يعمل بلاغ خلاص بقى الدنيا البلاغات هيلاحقوا على ايه ولا ايه؟ هناك فارق بين يا اخويا في الفلوس اللي مسروقه والنصابين. لا اله الا الله، في اولويات. انا في واحد عندي خبر اهو من مشاهدينا، اطلبوا لنا الرقمين، انا بعت لكم الارقام من مشاهدينا بيبعتوا لنا رسائل، قلت لكم بعتوا لنا رسائل واتصلوا بينا في التليفونات شاركوا اساتذتنا النهارده. انا بس عايز اعلق على الهواء حضرتك لو سمحت. جالنا رسالتين، رساله من الرقم اطلبوهم يا جماعه، اديتهم الرقم. طيب بيقول نعم الكلام بتاع الجماعه موجود في كتاب اولى ثانوي التربيه الوطنيه، ومقاطع كلمة ده مكالمة تانية، مقاطع كلمة الجماعة من كتاب الصف الأول الثانوي من كتاب التربية أهو.
نعم في كتاب أولى ثانوي التربية الوطنية عشان ما تقولوش أن أنا يعني ده كلام المشاهدين، مقاطع كلمة الجماعة في كتاب الصف الأول، بنتصل بالمشاهدين يردوا علينا ويقولوا لنا، يعني أنا سعيدة أن المشاهدين بيتفاعلوا معنا على الهواء. عايز أرجع تاني لو سمحت للنائب العام، لأن دي قضية نرجع حساسة. بقى بعد الفاصل، يلا وتطلبوا المشاهدين.